سميتي عبد الغفور الطاقي 21 عام من اسفي خديت الباك في 2018 سيونس تكنيك الكتريسيتي من بعد مشيت لاشين قريت فيها دو زون ديال لا لونغ و سيمستر واحد ديال في السوفتوير انجينيرين ملي كنت في لاشين تعلمت لا لونغ حيت قريت عامين وكنت كنعرف بزاف ديال الناس اللي ساكنين تما كان عندي صحابي من اندونيسيا من ماليزيا مثلا صاحبي اللي كنعرفهم من اندونيسيا مشيت معاه الدوله ديالو مشينا لماروس مشينا لمكاسار ومشينا حتى لماليزيا حتى هي وكانت تجربه صراحه زوينه وتعلمت فيها بزاف حتى الكاركتير ديالي تبدل ولكن حس براسي كبير شويه قبل ما كنتش كنحس هكا جيت في العطله من بعد ما دازت سيمانه لاشين سدات الحدود مع الدول كاملين سو بدينا قرايه اونلاين دوز سيمستر في سوفتوير انجينيرين ما كانش فورماسيون زوينه حيت كان كلشي اونلاين وكنا كنقراو مع 3 ديال الصباح من بين 3 و 9 عرفت من صحابي راه كاينه واحد المدرسه هنا كاينه في اسفي سميتها هي كود كنقراو فيها الديفلوبمون ويب سو دخلت ليو كود باش نتعلم وحتى الفورماسيون اللي كانت فلاشين ما كانتش مزيانه وعرفت بلي كاينه هنا في ليو كود خصك انت تتعلم بوحدك زعما كتقلب على الفورماسيون ولا طحتي بشي مشكل خصك تقلب كيفاش تحلو حتى كتبلوكا عند الفورماتور ديالك كيعاونك فاش جيت ليو كود عجبتني الفورماسيون حيت كتقلب على الفورماسيون بوحدك والبيداغوجي اكتيف كتعاونك بزاف باش تطور دغيا وحتى لي بغيف اللي كيعطونا كتحس ملي كتكملوا تحس براسك راك تعلمتي بزاف الحوايج حيت ديما كتقلب على حوايج جداد باش تزيد تطور هذاك البغيف اللي عطاوك في الشكل ديال ليو كود احسن بزاف من عمرني شفت بحال هذا الديزاين هذا مبدله على كاع المدارس اللي دخلت ليهم قبل وحتى في لاشين عمرني شفت بشي مدرسه تقريبا بحال هذه قبل ما ندخل ليو كود كان عندي لوبجيكتيف ديالي هو ناخذ باشلر ديجري من بعد ماستر ديجري عاد نحاول نقلب على خدمه في الديفلوبمون نيت ولكن ملي دخلت ليو كود حسيت براسي اني من هاد الفورماسيون نقدر نبدا خدمه مع بزاف الشركات وبواحد لي كومبيتونس اللي نقدر ما يكونوش عندي ملي غادي نكون عندي الباشلر ولا الماستر يعني هاد الفورماسيون هادي غادي تنفعني اكثر من لي ديبلوم اللي غادي ناخذ حيتاش اصلا في الدومين كنحتاجو سكيلز اكثر من كنحتاجو لي سيرتيفيكا ولا لي ديبلوم خصك كتحتاج داكشي اللي عارف اكثر من يعني في ملي غادي تدفع شي خدمه راك غادي يبغوا يعرفوا السكيلز ديالك ماشي لي ديبلوم اللي انت عندك الفرق بين يو كود والمدارس الاخرين اللي كيعرفهم كلشي هو باش ما كتحتاجش سيرتيفيكا ولا ديبلوم باش تكون ديفلوبور اللي مزيانين في كاع لي سوسيتي الاخرين يعني ملي غادي تكمل الفورماسيون غتكون بحالك بحال ولا احسن من الناس الاخرين اللي عندهم لي ديبلوم لي سيرتيفيكا من مدارس اخرين واخا يكونوا هذوك مدارس مزيانين ترى الفورماسيون ديالك غتكون مزيانه حتى انت روغوا ني شان شان وي ايغي يو شيو دي كايفا جي جارو وومن زاي يو كود